السلام عليكم اخواتي في الله، السلام عليكم فين ما كنتوا. ان شاء الله تكونوا بخير. هو كيوصلكم هذا الفيديو يا رب العالمين، وانتم باحسن حال يا رب العالمين. كنبغي نشكر الاخوات ديالي اللي دخلوا معايا، وكلمه شكر قليله في حقهم، اللهم اقدمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب العالمين. ما تديوش على هذا الفوينه اللي مورايا، لحقاش كوزيما هكذا فاش كتبغي تخدمي سي صح بروتوكول ونجمع وعاود وعاود وعاود. لا، هذه هي كوزينتي، ولكن فاش كنجمعها كتقاد، كنجمع وقفه كتجمع حتى هي. المهم اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غنقدم لكم واحد المقبله اللي هي زوينه غزاله، قمه في البنة وسهله، وسيرتو صحابات الطليان فرماج كاين غير هو. فرماج كاين في كل بلاصه، حتى في المغرب، حتى في الجزائر، حتى في كل بلاصه. في المهم باش ما يزعفوش عليا صحابات المغرب، غير وكان طليان عنده واحد الميزه، دي ايطاليان سي الفرماج لي بات لي بيتزا فوالا. المهم واحد المقبله اللي هي زوينه غزاله، فيها واحد المزيج ما بين الفرماج كريمي وما بين الكروكون وما بين الكروفيت، كتجي قمه في البنه وقمه في الروعه. المهم غنبدا لكم، غادي نديرو ان شاء الله الرحمن الرحيم لي فون دو تارت، لي فون تاع لي كيش بحال هكذا. انا شريتهم كيما هكذا، نهار اللي كتحلي الفرصه وكنديرهم كنديرهم، نهار اللي ما عنديش الوقت كنشريهم كيما هكذا. المهم كنعمرهم انا راسي، ما كنشريهمش معمرين بنابورت كوا. المهم قلنا دي فون ديال الكيش كيما هكا اللي هما سالي ماشي سكري. كنجيبو هنايا الفرماج، الفرماج هذا كريمي، انا خلطت بهذا اللي فيه عفوا، خلطت من هذا اللي فيه لا سيبولات وفيه 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 الثومه، وزدت خلطت انكور الفيلادلفيا. نتوما اي فرماج كريمي عندكم ديروه، ما كاين حتى شي مشكل. نسمت هذا الفرماج ديالي، درت له زدت له شويه ديال السيبولات، درت له اللغب تاع البروفانس، هذوك الاعشاب مناسبه يابسه، هذا الشيء ما كان. وغادي نجيب دابا قدامكم وانتم كتشوفوا واحد المعلقه صغيره كانت عندي، دابا غنقلب عليها ولا نجيب واحده اخرى. بسم الله. المهم معلقه كيما هذه كنجيبو هكذا، نورمالمون كتندار بلا بوشا دوي، مي بون ماسطوش، قلبت عليه حتى شبعت ماسطوش، قلت راه ندير بلا كويير سي با غراف عندي الوقت. المهم كنعمرو لو فون ديال نتاع هكذا، كتجي غزاله مع الكروكون ديال الطارت. قبل ما نسيت الاساس، عندي هنايا الكروفيت اللي انا شحرتو بشويه ديال الزبيده، درت له اعشاب منسمه، درت له شويه ديال سيترون وشحرتو كيما هكذا. دابا انا هذا لو فون دو تارت ديالي غادي نشد واحد الكروفيطه ونديروها كيف ما هكا، ندكو عليها شويه وكتجي كيما هكا. غادي نعاود معكم وحده ولكن بنكهه وحده اخرى. عندي واحد الطون اللي هو مطحون مع الفلفله والمطيشه وزويته بلديه، غادي ندير حتى هذيك النكهه، كتجي زوينه كياكلوها الكبار والصغار، سيرتو كي كيصيبو فوقها هاد الكروكون ولا يصيبو فوقها هذاك الشيء راه كتجي غزاله. المهم غادي نهزو شويه ديال هاد الطون اللي هو مطحون مع فليفله ومطيشه، هذه كنخليوها هكذا، كنقطعو عليها جوست لا سيبولات من الفوق كيما هكذا بمقيس. بسم الله. فوالا كنخليوها كيما هكذا، كنديرو واحد الشكل ثالث اللي كنديرو فيه الكروكون، اللي كنديرو فيه القرقاع. القرقاع كتعرفوا بلي القرقاع النوا كيتواتى مع الفرماج، سيرتو الفرماج كي كيكون منسم بهاد الاعشاب المنسمه كتجي زوينه، واحد المذاق والاروع.
صافي نجيبو الكاكا عندي انا صاين الحبه مقسومه على جوج اللي ها هو هذا هو وكنديروا حبيبه ديال الكركاع هنايا ها هكا. المهم درت معكم ديال الكروفيت، درت معكم ديال الكركاع، درت معكم ديال الطحون اللي مطحون بالمطيشه بشويه ديال المطيشه والفلفله يابسه وشويه ديال الزويته بلديه. هاد الفرماج نعاود لكم وسي، هاد الفرماج عندي مزيج ديال الفرماج بجوج ديال انواع ديال الفرماج اللي هو كريمي كيما هكا، كيمكن لك ديري ماسكاربون، كيمكن لك ديري فرماج ديال تارتيني اللي كنديروا بها لي تارتين. المهم اي نوع ديال الفرماج، انا غير وكان كيمشي في المخازن لقيت فيلادلفيا ولقيت هذا طارطار هذا اوريجينال ديال السيبولات وديال الثومه جبته. مي اي فرماج عندك تقدري ديريه، وهاد المقبلات كتحطيهم الى جاو عندك الناس بوفي الناس عراضه لمال وليداتك فوق الطبله ديال رمضان، تكون عندك طواجين ديال الحوت باش تكملي ديري سلطه ديال الرز بالطون وديري معها سوريمي وديري معها المايس وكتحطي معاهم هاد لي بتي تارتولات كيما هكذا وتزيدي تحطي الطواجن ديالك مع سوب حريره يا حريره ديال الفريك يا حريره ديالنا الحامضه اللي كان، وهاد الطبله مقاده وزوينه وغزاله وما خاصها حتى شي حاجه. غادي نكمل انايا ونرجع لكم ان شاء الله باش تشوفوا كيفاش داير البلاطو ديالي. المقبله ديالي بعد ما قديتها كتجي على هذا الشكل، كتجي غزاله كتجي لذيذه تبارك الله، واحد اللذة فيها انا دايزلي قداها ومعاوده، كتجي غزاله مع هاد فيها هاد الاعشاب المنسمه كتجي تبارك الله ما شاء الله عليها. لي شاط لي درتو في هاد البلانشا هكذا، كنتمنى ان شاء الله اخواتي ديروها لوليداتكم ان شاء الله تعجبكم وتراقكم وتوصلكم نتوما في احسن حال يا رب العالمين. شهية طيبة والى اللقاء في وصفة قادمة وفي مقبلة اخرى بحول الله. دمتم في رعاية الله، الى اللقاء.